لما نيجي ننظر إلى الحالة في لبنان، ألا تعتقد أنه الحالة اللبنانية مش مرتهنة باللعب المحلي الآن بقدر ما هي في أكتر وقت من أوقاتها مرتهنة بمستقبل ماذا سيحدث في سوريا نتيجة الحرب الدائرة اللي هناك؟ نحن عشنا سنوات طويلة جدا جدا أستاذ عماد مع هذا النظام في سوريا، وعانينا سنوات طويلة من الظلم والقهر والتدخل و يعني منع، والأهم من كل هذا منع تأسيس دولة بعد اتفاق الطائف الشهير اللي أوقف الحرب في لبنان. لذلك جغرافيا، تعرف أكثر من جغرافيا أقوى من التاريخ دائما. نحن بطبيعة الحال لا يمكن أن يستقر الأمل بلبنان قبل جلاء الصورة في سوريا بشكل نهائي، ونحن لنا مصلح في نظام ديمقراطي في سوريا، لأنه عنا تجربة عمر 30 سنة و 40 سنة من التعامل مع نظام أمني بوليسي لا يقبل حتى بالحد الأدنى من تداول السلطة أو حرية التعبير أو الإعلام المفتوح ولو بحده الأدنى. أنا ما بدعي أن لبنان جني بهذه العناوين، ولكن هذا النظام السوري الأمني البوليسي الدكتاتوري كان دايما 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 يمنع النظام اللبناني من أن ينمو ويكبر ويستقر ويتشبع بتجربته الديمقراطية. هذا مصلحة لبنانية مش مصلحة شخصية. هناك مدارس من التفكير، مدرسة تعتقد أن النظام ذاهب قريبا لا محالة، وفي مدرسة تؤمن أنه ذاهب لا محالة ولكن ليس قريبا، وهناك مدرسة ما زالت تراهن على أنه قوي ومستقر، وهناك مدرسة رابعة تراهن على فكرة التقسيم وقسم البلاد وأنه يدير شؤونه من الساحل ومن اللاذقية. كيف ترى السلام؟ يعني من المتابعة اليومية والقراءة ومتابعة هذا النظام، قام منذ يومه الأول على السجن والقتل. لما حافظ الأسد عمل انقلابه كان معه رفاق ثلاثة، محمد عمران، لواء محمد عمران، واللواء صلاح جديد، وأعتقد نور الدين القدسي كان رئيس جمهورية، ربما أخطأت بالاسم التالي. شو حدث؟ ماذا حدث له؟ سجن اثنين لحد ما ماتوا، الثالث هرب إلى شمال لبنان بعد مين يغتاله. هذا سنة 70. سنة 80 ل 82 عمل المجزرة في حماة. سنة 2004 عمل العملية العسكرية بمناطق الكراد اللي تبين انه ما عندهم جنسيات، حتى محرومين سحبت منهم جنسيات. فإذن هذا النظام قائم على عقل بوليسي أمني منذ اليوم الأول، لذلك هو غير قادر على انضاج أو التوصل إلى تفاهمات سياسية. هذا النظام قائم على عنوان واحد، إما قاتل وإما مقتول، لذلك لا يمكن أن يبقى. يستطيع أن يقتل لحد اليوم المتداول المعلن 60,000 شهيد غير عشرات آلاف المعتقلين أو المفقودين، لذلك ما ممكن يبقى هذا النظام، لا يمكن أن يبقى. أنا برأيي أنه هو أصبح رئيسا سابقا أستاذ عماد، كلام عن اعتباره أنه لا يزال رئيس سوريا هو في أوهام. هو رئيس جهاز القتل في سوريا وليس رئيس الدولة السورية. هذا مش اتهام، هذه صورة واقعية. لما بتراقب بعقل بارد بتلاحظ أمامك أنه في عملية قتل يومية، في وجبة يومية بين 150 وال200 شهيد معلنين. إذن هو ليس حاكم ولا يمكن أن يستمر طويلا، هذا الأمر مخالف
للمنطق وللعقل وللتوازنات الدولية. هو سيذهب، ما بدعي أنا يعني أني خبير بمسألة الوقت، ولكن لا يمكن أنه يستمر بهذه السنة، مستحيل أستاذ عماد. أولا بسبب الوضع الاقتصادي، حرب تحتاج إلى مال ولرجال، الوضع المالي سيء جدا جدا جدا، والدول اللي هو الدولة اللي هو معتمد عليها بالباقي الوحيد معه بمعنى أو بآخر بالتحالف هو إيران. إيران وضعها لسه يعني ماديا واقتصاديا أسوأ بكثير. لا يزال عنده قوة عسكرية متماسكة صحيح، ولكن عم ينشأ بوجهه بنفس الوقت قوة عسكرية متماسكة مع الوقت. يعني نحن صرنا سنتين الآن وعم تتحرر المناطق بكاملها، والشام يعني مرت أسابيع وأشهر، لكن ما عندوش محافظة متكاملة، هو بياخد أجزاء من محافظات لكن لم يتم تحرير محافظة، لا لا ولا تم السيطرة، بمعنى أن جيش الأسد ما سيطر، لا يسيطر بشكل كامل على مناطق أو محافظة بكاملة بما فيها دمشق وريفة، لذلك لن يستمر. وأنا تقديري مش ممكن ما بيعيش. طب مش ممكن استمرار الحال على حاله لسنوات؟ يعني لا لا، يعني نظل أولاً نظل في حالة لا منتصر ولا مهزوم للقافل. لا لا لا، لأنه عمليا اللي عم بيزيد وعم بيقوى وعم بيتضاعف ويتكاثر هو قوة الثورة مش قوة النظام. فعمليا في شيء عم يكبر وفي شيء عم يصغر، مش العكس، اللي عم يكبر هو الثورة. تصور أنصار النظام أنه في الشهرين الأخيرين استطاع أنه هو يعمل هجوم مضاد ويستعيد بعض الأماكن بريف دمشق، ولكن هذا ليس مؤكدا ولا دائما، ما هي عملية كر وفرد. عمليا بصرف النظر عن الجغرافيا اللي فيها تقدم أو تراجع، لأن اليوم في إعلان بأنه حرروا تاني مطار عسكري في سوريا، هو مطار تفتناز يعني اللي عم بسمع اسمع الأخبار. بكل الأحوال عمليا هذا النظام لا يستطيع أن يبقى مهما كان إصراره وقدرته على القتل، لأنه لم يعد نظاما حاكما، صار نظاما قاتلا فقط لا غير. هذه نقطة كتير أساسية، مهما بالغت إيران بدعمه، ومهما بالغوا الروس باستخدامه، ومهما بالغوا الصينيين بمراقبته وبيعني الإقدام ثم التراجع بالوقوف إلى جانبه، مهما عملوا هؤلاء الثلاثة ما بيقدروا يخلوا النظام قاتل كل الوقت. طيب عندك عمليا الخيار الثاني اللي تفضلت فيه، هذا خيار مستحيل. أي انسحاب إلى منطقة الساحل هو انسحاب يؤدي إلى قيام هو التقسيم يعني. جيب هو لا يستطيع التقسيم أستاذ عماد، هو جيب متمرد عسكريا. نحن عندنا تجربة بلبنان، بلبنان مرت سنوات طويلة من الحرب الأهلية، وفئة من اللبنانيين وبصراحة حتى المسيحيين الذين يملكون العلم والمال والدعم الغربي والمعرفي، وهم دو يعني طائفي مؤسسي للبنان، بعد سنوات طويلة اضطروا إلى الاستسلام لمنطق الدولة الواحدة، لأنه هذا التقسيم مش قرار مجموعات. العلويين أولا ليسوا مجمعين على بشار الأسد رغم كل ما يقال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العلويين ما عندهم لا الإمكانيات ولا المعرفة ولا العراقة للمسيحيين في لبنان. فزائد انه لما نحكي من التقسيم نعتقد انه هذا قرار مجموعة لبنانية او سورية او عراقية، هذا قرار دولي كبير. لما انت بدك تقسم سوريا انت عم تهدد تركيا، انت عم تهدد ايران، انت عم تهدد العراق بهذا العقل التقسيمي، مين بده يسمح لك فيه؟ يعني هي مش ببساطة انه انا تسمح لي عشان نقدر نشرح النقطة دي اكتر، يكون بعد الاستراحة الاعلانية.